Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين اللهم آمين. كيف أصبحتم جميعا يا حبيبات؟ كيف حالكن؟ نعم إن شاء الله كلنا بخير. نعم نبدا على بركه الله في هذا اليوم سندرس سندرس اللغه العربيه نعم فضلتنا كتاب لم وجدتنا belum dapat kitab belum ya Sudah baca aja ya? Untuk nasi mayat. Al-an sanadrus ya'ni anil at-tahiyyatu wa ta'aruf. An at-tahiyyatu wa ta'aruf. التحية والتعارف انظرنا الوحدة الأول الوحدة الأولى آسفة الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس الأول انظرنا إلى الحوار الأول انظر انظر واستمع وأعد نعم سأقرأ الحوار وأنتم استمعنا جيدا فهمتنا؟ نعم السلام عليكم وعليكم السلام اسمي خالد ما اسمك؟ اسمي خليل كيف حالك؟ بخير والحمد لله وكيف حالك أنت بخير والحمد لله سأقرأ مرة أخرى نعم استمعنا جيدا السلام عليكم وعليكم السلام اسمي خالد ما اسمك اسمي خليل كيف حالك؟
بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن استمعنا جيدا وأعدنا وأعدنا، يعني كررنا. نعم، السلام عليكم جماعة. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. مرة أخرى أقرأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. نعم، سأقف في الطابورة. الطابورة نعم.
واضح يا بنات؟ ظاهر صح؟ تمام. انتظر دقيقتين. هيا بسرعة. ألو، أنت يقولنا؟ أتكتي؟ هيا أريد الفرقة الأولى يعني كقالب، والفرقة الثانية كقليل. هيا قالب أولا. السلام عليكم. هيا Yeah.
أريد في خدمتي يا بنتي، خدمتي. ماذا؟ كيرا. كيرا، أنت كخالق وأنت كخالق. هيا. نعم، أريد في مع أنت كخالق وأنت كخليل. هيا.
Thank you.
صلاح الأرض، انظر واستمع وأعد، انظر واستمع وأعد، نعم، انظر واستمع وأعد. كيف حالك؟ أنت؟ أنت. ما اسمك؟ نسمك. كيف حالك؟ كيف حالك؟ أنت؟ أنت. ما اسمك؟ نسمك. مرة أخرى، كيف حالك؟ كيف حالك؟ أنت؟ أنت. ما اسمك؟ نسمك. كيف حالك؟ أنت؟ أنت. ما اسمك؟ نسمك. إذا الآن انظرنا إلى التدريب الأول، تدريب أول. صل بين العبارة، صل بين العبارة والسورة المناسبة. صل يعني صل بين العبارة، العبارة يعني هذا، هذه العبارة، السورة هذه السورة المناسبة. نحن لا بد أن نصل العبارة والسورة. انظرنا إلى الرقم الأول يعني هذا. ما اسمك؟ ما اسمك إلى هذه السورة أو إلى هذه السورة؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ هذه السورة أو هذه السورة؟ ما اسمك؟ أنت تعرفين؟ هذا؟ نعم صحيح. ما اسمك إلى هذه السورة، إلى السورة الثانية، لأن المذكر. ما اسمك؟ ما اسمك؟ تتفهمين؟ ما اسمك إلى هنا؟ ما اسمك إلى هنا؟ ما اسمك إلى وين؟ ما اسمك؟ هذا هو الفحام في أوهاري. لا، ما اسمك إلى هذه الصورة أو إلى هذه الصورة؟ ما اسمك هذا؟ ما اسمك؟ نعم صحيح، ما اسمك هنا؟ نعم، أنت، أنت إلى هذه الصورة أو إلى هذه الصورة؟ صحيح، صحيح. وأنت؟ وأنت؟ نعم، أنت إلى هذه الصورة. العبارة أنت إلى الصورة الأولى، لأن الرجل. وانظرنا إلى الصورة الثانية. تعرفين؟ أين الصورة للعبارة كيف حالك؟ أين الصورة للعبارة كيف حالك؟ أنت تعرفين؟ الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ أنت لا تعرفين؟ أيضا. كيف حالك؟ أنا عبارة كيف حالك في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية؟ كيف حالك؟ لا، لم نبقي الصورة الثانية. تعرفين؟ كيف حالك؟ المذكر. هيا بنا. نعم، كيف حالك؟ 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 كيف حالك
kesempatan di Assalamualaikum. Jawabannya apa? Ya, bidan. Bidan aku Assalamualaikum. Mal jawab? Waalaikumsalam. Sanaktub kuna. Waalaikumsalam. Kaif hal? Bidan aku kaif hal? Bikhairin walhamdulillah. Sanaktub kuna. Assalamualaikum. Aywa. Waalaikumsalam. Kaif hal? Bikhairin walhamdulillah. ما اسمك؟ مثلاً اسمي خليل أو اسمي خليل، نعم؟ ثلاثة أسماء. اسمي ما اسمك؟ اسمي خليل. اسمي خليل أو خليل. ما اسمك؟ اسمي خديجة أو خولة. اسمي خديجة أو خولة. والآن نستمر إلى الحوار الثاني، يعني فوجدنا الحوار الثاني في الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس الثاني. الحوار الثاني ألف انظر واستمع وأعن. انظر واستمع وأعن. نعم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. مرة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أهلا وسهلا. الفرقة الأولى كمحمد والفرقة الثانية ككريم. نعم سأقرأ وأنتم السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. طيب بدي أنتم كمحمد وأنتم كريم. حيا السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل
أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب الآن أريد أنت محمد وأنت خالد. نعم كده خالد. أنت محمد وأنت خالد. هل عندك سؤال يا بنات؟
belajar.